انا اسمي نانسي زيدان. عشان احرف من اي واد صغير تطلع انا بحل للموضوع المعقد. انا شايفه ان الحظر ساعدني قوي ان الفيديوهات بتاعتي تتشاف، خصوصا ان انا كان بقالي فتره، تقريبا فتره كبيره يعني تقريبا سنه ونص بعمل الفيديوز وما كانتش كانت متشافه وكل حاجه، بس مش زي دلوقتي. اسمك ايه؟ بكيزه هانم. والدك اسمه ايه؟ هانم؟ لا، اسمه الدراما اللي بيه شيرين. وايه اللي حدفك علينا يا شطره؟ عندي 32 سنة، خريجة إعلام. شغلي الأساسي هو ميك اب أرتست. أول ما دخلت التيك توك كان تقريبا من سنتين ونص، كان بدافع التسلية، مفيش أي حاجة تانية. بعد كده الموضوع اتطور معايا شوية وبدأت أفكر إن أنا أنزل زي توتوريال صغيرة كده للبنات اللي حابة تتعلم الميك اب. بعد كده الموضوع اتطور شوية برضو تاني، وبدأت أعمل الشخصيات اللي هي بتاع ديزني. بعد ديزني، بعد ما حسيت إن الناس بدأت تعجبها الشخصيات دي، عملت شخصيات حقيقية. لو كتاب الله، كتاب الله ما هو تمثيل وبجد وبحق وحقيقي. أصعب شخصية أنا عملتها أعتقد كانت بالنسبة لي حزلقوم، لان كان فيها تفاصيل كتير وخدت مني وقت كتير، هو والكبير. انا ويا ريته يفضل على طول. عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن احرف. من اهم الناس اللي انا عايزه اعملهم يعني عادل امام. شخصيه عادل امام صعبه طبعا، بس ان شاء الله ان شاء الله هحاول اعملها. والفنانات بتوع الزمن الجميل بقى، الابيض والاسود. برضو في غير الفيديوهات بتاعت الشخصيات، انا بعمل فيديوهات تانية كده بتبقى فيها مثلا زي حدوتة او رسالة معينة. انا هستعمله عشان الاقي خطيب للاميرة، ولا يهمك، كله هيبقى تمام. في اكتر من حاجة نقدر نعملها بالميك اب، مش بس ان احنا نحط ميك اب واحنا رايحين مناسبة، لا. حلمي ان يكون عندي بيزنس خاص ليا زي بيوتي سنتر او اكاديمي كده، اقدر اعلم فيها البنات الحاجات الميك اب المختلفه، واني اقدر ادخل عالم بقى السينما والتمثيل والحاجات دي، سواء بالميك اب او يعني لو في فرصه مثلا تمثيل، محدش عارف يعني. مش قادره اقول ابدا، مش ممكن. ايه دخل السنون يا فندم في المواقف المحرجه ديت؟